الجديد في الملف هو أنه بعد اللي نسميها احنا المرحلة اليونانية، حيث تم معنى الاحتفاظ بالمنوم في اليونان تنفيذا لبطاقة جلب دولية صادرة من القضاء التونسي، وبعد ما تثبت القضاء اليوناني أن الملف هو ملف سياسي بامتياز أخلى سبيله. اليوم نفس الكرة تعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يحتفظ بالمنوب اليوم مدة، اليوم هو اليوم 30 يحتفظ به كيف بناء على وجود بطاقات جلب دولية صادرة عن القضاء التونسي. دولة الإمارات العربية المتحدة عندها اتفاقية ثنائية مع الدولة التونسية في التعاون القضائي وتسليم المجرمين. الاتفاقية هذه تنص على أنه مدة الاحتفاظ لا يمكن أن تتعدى 20 يوم. في 20 يوم هذا الدولة التونسية يلزمها تقدم لدولة الإمارات ما يفيد أن بطاقة الجلب عندها أساس، يعني أن الأمر يتعلق بمجرم وأن ارتكب أفعال يعاقب عليها القانون وأنها عليها أن تسلم هذا المجرم للدولة التونسية. الدولة التونسية لليوم ما وصلتش للإمارات العربية المتحدة ما هو مطلوب. تونس ربما تستند إلى اتفاقية أشمل، اللي هي اتفاقية مبرمة في الإطار العربي، اتفاقية الرياض في إطار جامعة الدول العربية حول التعاون القضائي بين الدول العربية وتسليم المجرمين. اتفاقية هذه تنص أيضا على أجل أقصاه 30 يوم. أكعلاش جبت لكم على أجل 30 يوم؟ إذا كانت الدولة التونسية ما مدتش يعني دولة الإمارات بالوثائق المطلوبة، فإن دولة الإمارات يجب عليها أن تفرج عن السيد سليم الرياحي أيا كانت النتيجة، يعني سواء تعلق الأمر بالإفراج عنه تطبيقا للاتفاقية ولا تم تسليمه، السيد سليم الرياحي سيأتي إلى تونس ليواجه الملفات التي لفقت ضده، ولزمنا نقولوها الكلمة، ملفات لفقت ضده لأسباب سياسية وسيواجهها. عنده زوز ملفات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي لازالت جارية في الطور التحقيقي، وثم حكم غيابي صادر في حقه يقضي بالسجن مدة 11 عام من أجل جريمة غسل الأموال. هذا الحكم هو حكم غيابي، يعني بمجرد الاعتراض عليه إن شاء الله وقت يجي السيد سليم الرياحي لتونس، المحكمة ستقضي بقبول الاعتراض شكلا وبصريح عبارة مجلة الإجراءات الجزائية. حين يقبل الاعتراض شكلا ينحل الحكم الغيابي ويبتدأ من جديد في محاكمة المنوب. الندوة الصحفية هذه عملناها اليوم الحقيقة لسببين. السبب الأول هو إنارة الرأي العام، لأنه ثم عديد الشائعات والأخبار الخاطئة بخصوص ما يشمل المنوب من تتبعات في تونس. هني وضحت لكم أنه المنوب هذاش عنده في تونس، عنده زوز ملفات تحقيقية جارية وسيحضر لأنه عنده ثقة في القضاء، وعنده حكم غيابي سيعترض عليه وسنقوم بجميع الإجراءات. السبب الثاني هو أن السيد سليم الرياحي ما ننساوش أنه هو يعني رجل سياسة، هو رئيس حزب، وأنه تونس مقدمة اليوم على يعني خوض غمار تجربة سياسية فيها استفتاء فيها انتخابات، وهو معني بذلك. وإلى متى باش يقعد معناه مواطن تونسي ملاحق دون وجه حق، وهو كل مرة يقع الاحتفاظ به في دولة من الدول؟ هذا إنسان يمن بحريته، يمن ببراءته، سوف يأتي ويمن أيضا بكفاءة ونزاهة القضاة التوانسة. وفي نهاية الأمر ما ثم حتى حد باش ينصف السيد سليم الرياحي إلا القضاء، لأنه في بلادنا القضاء التونسي اليوم بين في عديد الملفات أنه قضاء عادل، حتى الذي لم يقع إنصافه في الطور الابتدائي مثلا أو في الطور التحقيقي يجد من ينصفه، أما في الطور الاستئنافي أو الطور التعقيبي. ونعول كثيرا نحن على الإعلام، على وسائل الإعلام، نشكركم من جديد على حضوركم. نعول على وسائل الإعلام لأن وسائل الإعلام هي العين الرقيبة على الحقوق والحريات وعلى الممارسات الديمقراطية. يعني بلاش بيكم، وذاك علاش احنا كمحامين ديما نشد على أيادي الإعلاميين ونقولوا خط أحمر، الصحافة والإعلام خط أحمر، لأنه مهما تغيرت الأنظمة السياسية ومهما حادت عن الديمقراطية ستجد دوما
في مقدمة المدافعين عن الحقوق والحريات وإنارة الرأي العام وسائل الإعلام وهياكل الدفاع عن الحقوق والحريات في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين. مبدئيا ما ثم حتى تتبع ولا إمكانية في التتبع، لأنه اختصاص القضاء العسكري هو اختصاص استثنائي، لابد أن يكون العساكر، يكون الجيش معني بالجرائم أو بالأفعال المنسوبة لشخص. بالنسبة لسليم الرياحي، التهم المنسوبة إليه هي تهم سيقع النظر فيها من قبل القضاء المدني وليس من قبل القضاء العسكري، يعني القضاء الجزائي المدني وليس القضاء الجزائي العسكري. ونحب نقول لكم اللي راهو إلى حد تاريخ اليوم اللي السيد سليم الرياحي عنده كان 3 ملفات، 2 ملفات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ملفات ما زالت في دور التحقيق. غسيل الأموال هي التهمة الكلاسيكية ديما في السياسة، هي إما غسل الأموال أو استغلال موظف عمومي لخصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو للغير، وأحيانا يزيدوها للتطعيم، يزيدوها التدليس ومسك واستعمال مدلس اللي يحبوا يلفقوا له تهم. هذو ما هما، ما فماش حاجة أخرى، ما هوش باش يقولوا له مخدرات أو الملف الثالث شنو محلول فيهم تحقيق وفصل فيها حكم ابتدائي غيابي سيتم الاعتراض عليه.